هارديز الوكالة العالمية تشتهر بالبرجر المشوي على اللهب. احنا اليوم متواجدين في نابلس في فرع حيكون الاخير في عام 2019 نحتفل فيه لنطور انتشارنا على مستوى الوطن في المحافظات القادمة. تعليمات وبدعم من رئيس المجموعة السيد مالك ملحم ندعم الاستثمار والتوسع في أكثر من مجال على مستوى الوطن، لإيماننا أن وطننا يستحق الاستثمار فيه، يستحق تواجدنا فيه، ونثبت الأيدي العاملة وتركيزنا على شريحة الشباب ليكون هو الشباب الفلسطيني الأقوى والمتواجد على مستوى الوطن.